أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتي صلاة. أسئلة كتيرة بتحيرنا عن الأيام الأخيرة، وهل إحنا فعلا في الأيام الأخيرة؟ طب المفروض أعمل إيه؟ أصلي علشان إيه؟ هنتأمل في الأسئلة دي وغيرها في حلقة النهاردة عن الصلاة والأيام الأخيرة، تابعونا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة النهاردة عن الصلاة والأيام الأخيرة. أهلا يا داليا. أهلا بك داليا. في سفر الجامعة 3:1 آية جميلة جدا بتقول إيه؟ لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. أمين. إلهنا مرتب كل حاجة كويس قوي، عارف كل حاجة هتحصل إمتى، وعارف الحاجة دي إيه أفيد وقت ليها. أمين. أكيد. أمين, أمين. حتى مجيئه هو عارف امتى هيجي. صحيح احنا ما نعرفش، ودي حاجة مخفية عن كل الناس ومفيش اي مخلوق يعرفها غير الله، لكن في وقت، في وقت هيجي فيه. امين. اكيد. امين. في قصة بحب اشاركها معاكي. في الاول كان في 2 مخطوبين، الخطيب سافر عشان يشتغل بره وغاب شوية وقت، بعد كده جه ميعاد ان هو يرجع، بعت لخطيبته جواب وقال لها انا جاي بعد اسبوع في الوقت الفلاني. جه وقت رجوع الخطيب، رجع دخل عليها البيت لقاها مشغوله جدا في المطبخ وهدومها مبهدله ومش نظيفه ومش مستعده خالص. بتقول ايه ده، هو انت جيت؟ قال لها هو جوابي ما وصلكيش؟ قالت لا، وصلني من اسبوع بس انا كنت مشغوله شويه. قال لها يعني انت مشغوله عني، انت ما تستاهليش تبقي زوجتي، وسابها ومشي. فعلا ده بيحصل. الكلام ده بالظبط هو اللي هيحصل في الوقت الاخير. امين. لما المسيح يجي ويلاقي عروسته اللي هي الكنيسه، لو حصل وناس فيها مش مستعده، ولاد المؤمنين لو حصل وناس فيهم مش مستعدين، هيجي بكل أسف، بكل ضيق، بكل حزن، هيقول لهم أنا آسف أنتوا مالكوش مكان معايا، أنا آسف أنتوا مالكوش نصيب في الحياة الأبدية. أمين. فعلا دلوقتي هو وقت الرجوع إليه. أمين. دلوقتي اللي أنا لازم أغتنم الفرصة. أمين. هو ده الوقت اللي أنا لازم أغتنمه، لأن هيجي وقت أنا معرفوش، ممكن بعد ثانية، بعد ساعة، بعد يوم، بعد 10، هيجي وقت أنا معرفوش، هيتقفل الباب من غير ما أعرف، ومش هينفع أرجع. أمين. هروح فين بعد كده؟ فلازم أغتنم الوقت دلوقتي. الكتاب المقدس بيحدثنا كتير جدا عن العلامات بتاعة الأيام الأخيرة قبل مجيء المسيح التاني، واللي احنا بنجهل منها كتير، وحتى لو كنا بنعرف منها لكن بعدم اتباعنا ليها فاحنا نجهلها. بالظبط. وكتاب بيقول انه المسيح وبخ تلاميذه وهو بيكلمهم كتير والسامعين اللي كانوا حواليه، وقال لهم في انجيل متى الاصحاح 24 والعدد 3: تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. وهو دوت اللي هيحصل، لانه هو لما هيجي هيجمع اولاده، هيجمع خاصته. وهنا رد عليهم لما التلاميذ سألوه وقالوا له ايه هي علامات مجيئك، ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فقال لهم في انجيل متى 24 والعدد 6-8: وسوف تسمعون بحروب واخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لانه لابد ان تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لانه تقوم امة على امة ومملكة على مملكة،
وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. أمين. نخلي بالنا ان احنا ممكن نضل، احنا ممكن نقول احنا عارفين كل حاجة، احنا لا ده انا صالح جدا، كل واحد بيشوف في حاله الصلاح، لكن لازم نصلي ولازم نجتهد ولازم نقرأ كتابنا المقدس كويس قوي، لازم نتقرب من ربنا قوي، لازم ارجع لربنا قوي، هو ده الوقت اللي انا لازم ارجع فيه. امين. هسمع حروب وهسمع اوبئه وهسمع 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 وافتكر ان هو ده الوقت، لكن لسه مش الوقت. بس الوقت هيجي زي الحرامي اللي محدش عارف له امتى بيخش عشان يسرق. امين امين. حتى خلينا نتامل شويه في الايه اللي انت قراتيها، و نتأمل في العلامات دي، وهل إحنا عايشينها ولا مش عايشينها، هل هي لسه ما جاتش، هل ابتدت العلامات. بيقول تقوم أمة على أمة، أنت إيه رأيك؟ أنت سمع عن الدنيا كلها قايمة على بعض. حتى الدويلات الصغيرة دلوقتي ابتدت تنازع بعضها، وأعتقد أن إحنا لسه في دويلات كبيرة كمان، دول كبيرة كمان، وساعتها هتبقى دمار، دمار كبير قوي. وعشان كده لازم نصلي، لازم نصلي ان ربنا يرحمنا من المشاكل اللي موجودة واللي جاية. امين امين. ربنا يرحمنا من الوقت اللي جاي ده، لانه هو فعلا هيبقى وقت صعب. ادي الحروب والمجاعات في كل مكان دلوقتي، بنسمع مجاعات صح؟ بالظبط. بس قبل ما اكلمك عن المجاعات، في آية في الكتاب المقدس في أرميا 1:19 وعد، ولازم ان احنا نخلي بالنا منه كويس قوي ونثق فيه جامد جدا. بيقول الكتاب: فيحاربونك ولا يقدرون عليك. أمين. لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. أمين. طول ما أنا بصلي، طول ما أنا مواظب على صلاتي، طول ما أنا قادر ان انا أسلم حياتي كلها لله وماشي معاه ومتقي قوي، طول ما مفيش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ديت هتقدر عليا. مجاعات وحروب ما يختلفش عليها كتير جدا، كل الدنيا للاسف فيها. احنا ربنا كرمنا وربنا منعم علينا بان هو مدينا الحياه الراغده اللي احنا عايشينها. في غيرنا في اماكن تانية ما عندهمش اي حاجه خالص، في اماكن تانية بيموتوا من الجوع من العطش، بيعيشوا بابسط العيشه. الزلازل، الكتاب في رؤيا 2:10 بيقول: لا تخف البتة ممن أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. أمين. الزلازل والأوبئة والحروب والمجاعات، كل ديت حاجات في مننا ربنا كرمهم ومنعم عليهم، وفي تاني ناس ليهم نعمة برضو، ليهم نعمة بس هم مجربين. نصلي علشان ربنا يحافظ علينا ويعين الناس دي على التجربة اللي هم فيها. طب تفتكري يعني على كلام المسيح أكيد الصادق والأمين إن ده هيحصل، تفتكري ده ممكن يهزنا نقول الطبيعة سخطة علينا وويل لينا؟ طول ما أنا حاطط قدامي ان انا اليوم دوت هيخلص اللحظه اللي جايه، وانا لازم اكون مستعد للحظه اللي جايه، طول ما انا ما اخافش. امين. طول ما انا واثق ان الهي هينقذني من اي حاجه تانية. يعني لازم احضر نفسي كويس قوي، لازم مهما كانت الطبيعه ممكن تعمل، مهما كانت الاحوال اللي جايه، الحروب، المجاعات، الزلازل، الاوبئه، لازم انا اكون مستعد. امين امين. عزيزي المشاهد، دايما لازم نكون مستعدين. المسيح خلاص جاي على الابواب، هو قال ها انا اتي سريعا، وهو امين في كل كلامه وصادق في كل كلامه. خلينا نصلي ونجتهد ان احنا كمان نبقى مستعدين. تابعونا بعد الترنيمه اللي جايه دي. في السماء والارض والبحار اسمع صوت العلي الجبار، فهو يحكم كل القفار، ماذا يعنيني
وأذكر ميلاده وأقدر جهاده كي يخلص عباده. ماذا يعنيني حتى أدركتني اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية. احنا لسه بنتامل في الصلاه والايام الاخيره. داليحة لسه بنكمل كلامنا عن العلامات اللي هتسبق مجيء المسيح. والعلامه اللي جايه هي الكرازه بالبشاره. انا عايز اقول لك ان الكتاب المقدس اترجم تقريبا ل 1400 لهجه ولغه عشان يشمل أغلب اللهجات وأغلب اللغات عشان يقدر يوصل لكل واحد. أعتقد دلوقتي قليل جدا من المناطق اللي ما بتوصلهاش الكلمة. عندنا كتاب مقدس وعندنا المبشرين وعندنا القنوات الفضائية وعندنا الإنترنت. كل دي وسائل عشان نشر الكلمة والاستفادة منها. وأعتقد إن ربنا مبارك وهيبارك أكتر عمله وهيوصل الرسالة عشان هو عايز يجي، عشان عايزنا ياخدنا في حضنه، عشان عايزنا نرث الأمجاد السماوية معاه. بيقول في أشعياء 55:11 العدد 11 بيقول: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. أمين. كلمته دايما بترجع بنتيجة الصح. أمين. هو خرج كلمة من بقه هيوصل رسالة وولاده هيباركوا، يعني هيوصل رسالة وولاده هيباركوا. أمين. أمين. بس عايزين نأكد إن إحنا لازم، أنا قبل ما أوصل الرسالة لازم أكون أنا مستعد. أمين. علشان برضو طول ما أنا مستعد، طول ما أنا عارف كلمة الله، طول ما أنا قاري في كتابي عارفه كويس قوي، طول ما هقدر إن أنا يعني أبان تطغي تصرفاتي وكلماتي على الآخرين. صح. وهو دوت المهم. أمين. ناس كتيرة جدا ممكن تسمع، بس تسمع من هنا وتطلع من الناحية التانية. المهم ان انا بمعونة الله ان انا الناس تسمع من هنا وتخش في قلوبهم، تخش في عقولهم، تغيرهم. عايز اقولك على حاجة تاني. في ازمات، الجزء التاني من الآية بيقول الازمنة الصعبة. الازمنة الصعبة مش زي بس الحروب والزلازل والمجاعات اللي احنا اتكلمنا عليها. الأزمنة الصعبة في احنا نفسنا كمان كبني آدمين، الإنسان نفسه. الكتاب بيقول في تيموثاوس الثانية والإصحاح 3 والعدد من 1-5 إذ قال: في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس، وهنا بقى بيشرح اللي أنا بقوله لك، الناس
مش العوامل الطبيعية، الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذوات دون محبة الله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وفي بطرس الثانية كمان بيقول، والإصحاح 2 والعدد 14 بيكمل على الكلام ده وبيقول: لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة. كل ده في الناس، بس الناس دي لو ربنا ما لمسش قلوبهم، لو هم ما أخدوش بالهم إن الوقت خلاص على الأبواب، إحنا في أيام أخيرة، كل العلامات بتقول إن الموضوع قرب. بالظبط. الناس دي لو سابت نفسها هتروح فين؟ لازم كل واحد فينا يحط نفسه مكان الناس دي. لازم أصلي لهم، أصلي لنفسي وأصلي عشانهم، عشان ربنا يلمس قلوبهم، وأصلي لهم قوي عشان ربنا يتعامل معاهم ويرجعهم عن الطريق اللي هم فيه. أمين. ويحميهم في تجاربهم، لأن كل دي تجارب هم عايشين فيها، بس للأسف هم مستسلمين في التجربة، مش قادرين يسلموا حياتهم لإيدينا الله، اللي هو قادر أنه هو يخرجهم من الضعف ده، قادر أنه هو يخرجهم من الاستسلام اللي هم فيه. بيقول لنا الكتاب المقدس في بطرس، في رسالة بطرس الأولى 4 والعدد 7: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. قالها كده صريحة: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. فبيكمل: فتعقلوا كده وخدوا بالكم من تصرفاتكم واصحوا للصلوات. هنا بطرس بيدي إعلان عظيم جدا إن علاج البعد وعلاج الشرود وعلاج إن إحنا نبعد عن الطريق الصحيح: صلي. أمين. اصحوا للصلوات، انتبهوا للصلوات، ركز كده في صلاتك، خليك بتتغنى كده بكلمات تسبيح وكلمات مجد لإلهك، كلمات توبة عن كل خطاياك اللي انت عملتها وانت مدرك، واللي انت ممكن تكون عملتها وانت مش واخد بالك، بالعادة، التصرفات العادة اللي انت بتعملها الظاهرة والخفية. بالظبط. هنا بطرس بيقولها لنا صراحة كده: واصحوا للصلوات. أمين. وفعلا الصلاة هي ديت اللي هترجعنا، هي ديت اللي هتخلينا ننال الحياة الأبدية. طول ما أنا بصلي، طول ما أنا بقرأ كتابي، طول ما أنا متبع تعليمات الله، طول ما أنا بتوب عن خطيتي وما برجع لهاش تاني، كل دوت أكيد أكيد هيكون لي الوعد إن أنا هنال الحياة الأبدية. أمين. كمان بطرس صلى صلاة جميلة جدا في أعمال الرسل الإصحاح 4 والأعداد 29 و30، بيقول: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل جهارة، بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجري آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. دلوقتي هو بينادينا، احنا في مشاكل كتيرة جدا هتقابلنا، في حروب كتيرة جدا هتيجي علينا. أمين. ممكن أخ يحارب أخته أو أخ يحارب أخوه، لكن إحنا لو إحنا واثقين، لو إحنا يعني ثابتين في صلاتنا وفي كلمتنا وفي محبتنا لإلهنا، أكيد هنجتاز كل الحروب وكل المشاكل ونكون معاه في الآخرة في على سحاب المجد. أمين. آخر حتة في الآية اللي قرأتيها، اللي كان الصلاة بتاع بطرس: والتجرى آيات وعجائب باسم فتاك يسوع المسيح. هو ده الاسم، الصخرة اللي هنعدي بيه بالوقت الصعب، هو ده اللي باسمه هتجرى كل عجائب وكل الأفعال الحسنة إن هي تنقذنا وترفعنا من ضعفاتنا. أمين. دلوقتي هو بينادي على كل واحد بيقول له تعالى. دي فرصة إن كل واحد يسيب خطيته، يتوب عن خطيته. دي فرصة لكل واحد في الدنيا كلها، زي ما هو قال، كل في كل مكان، كل شخص في كل مكان.
انه يرجع ويتوب. دي فرصه ان احنا نغتنم الفرصه ويبقى ليها نصيب في الحلقه دي. امين امين. في رؤيا 22 والعدد 17 و20 بيقول: والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال. يقول الشاهد بهذا: نعم انا اتي سريعا. امين تعال. امين امين. الربنا جاي، والعروسه اللي هي كنيسته اللي هي اولاده لازم تبقى جاهزه مستنياه وتقول له امين تعال. امين امين. عزيز المشاهد، يا ريت دي تبقى سوق لقلبك، يا ريت هي دي تبقى صلاتك: امين تعال يا رب، احنا مستنيينك، ليتك تشق السماوات وتنزل. خلي يبقى عندك اللهفه كده للقائه، تب عن خطيتك واعرف ان هو نفسه يتقابل معاك وتكون معاه على طول. امين امين. أمين. خلي دي هي تبقى صلاة كل واحد فينا. غمض عينيك وقول له: يا رب يا رب، احنا فعلا بنتمنى يا رب لقائك، فعلا يا رب نفسنا نشوفك يا رب وانت آتي على صاحب المجد. يا رب فعلا نفسنا يبقى لينا عشرة معاك يا رب في الحياة الأبدية. نفسنا يا رب
إن إحنا نتجدد يا رب. يا رب نفسنا نترك كل عاداتنا الخاطئة، نفسنا نترك خطيتنا يا رب ونتحد معك. يا رب نفسنا يا رب إن إحنا نبعد عن كل الشرور يا رب ونمشي في طريقك المستقيم. يا رب إحنا واثقين إن أنت تقدر تساعدنا، عشان كده إحنا بنخلي نفسنا من كل الضعفات، من كل الضيقات، من كل المتاعب، بنيجي عندك ونقول لك يا رب إحنا ليك، وإحنا واثقين يا رب إن أنت هتقبلنا لأن أنت وعدت بكده. بنيجي يا رب نقدم لك توبة حقيقية من قلوبنا صدقة، بشوق يا رب إن إحنا نتقابل معك. فأرجوك ساعدنا وسامحنا وباركنا بركة خاصة منك إن إحنا نمشي في الطريق السليم وما نحيدش عنه تاني. ساعدنا وادينا القوة يا رب إن إحنا نكمل في الطريق، ما تخرش مننا قوتنا ونقع ونبقى فريسة سهلة. أشكرك لأنك دايما بتتمجد وبتستجيب لأولادك. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. أحبائنا بنشكركم على متابعتكم حلقة النهاردة من حياتي صلاة. مستنين أي أسئلة منكم عن الصلاة أو أي طلبات صلاة بتحبوا نشارككم فيها، ابعتولنا على الإيميل اللي باين في أسفل الشاشة. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتي صلاة. الرب يبارككم.